يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل سرق من أناس بعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفهم، وهو مع مجموعة من الشباب، وهو الآن تائب إلى الله، فكيف يرجع إلى الناس حقوقهم؟ اللي يعرفهم يرد عليهم حقوقهم ولا يطلب منهم المسامحة، والذين لا يعرفهم يتصدق بما عنده لهم، تصدق بذلك مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم.